شارك العشرات من الأمريكيين في وقفة احتجاجية وسط العاصمة الأمريكية واشنطن تنديدا بمقتل الشابة المسلمة في ولاية فيرجينيا، مطالبين الحكومة الأمريكية بالقصاص العادل من مرتكب الجريمة. ما حدث أنه قبل يومين بعد صلاة التراويح بعض الفتيات ذهبنا لتناول الطعام في المطعم، وعند عودتهن جاء رجل يقود شاحنة وقام بالتهجم عليهن وهو يحمل عصا بيسبول، ركض وراءهن وقام بالإمساك بالفتاة دعبير حسن، قام بضربها واختطافها وقتلها ورميها في بحيرة في منطقة فيرفاكس. And the victims are Muslims, especially Muslim women are victims of it. وأكد المشاركون في الوقفة على ضرورة نبذ العنف والكراهية في المجتمعات ضد المسلمين، حيث يتعرض الكثير من المسلمين للعنف والتمييز العنصري بسبب الدين أو لون أو عرق. أنا هنا لأني نشأت في هذه المنطقة، والمركز الإسلامي هو المسجد الذي تصلي به عائلتي. وأنا فخورة كوني امرأة مسلمة سوداء من أصول عربية. ما حصل أمر مزعج، وهذه الإشارات تعني أن في خطر معين ومجتمعنا في خطر. نحن معرضين للعنف والتمييز العنصري، ونحن نشعر في الخطر من أن يتم محو مجتمعنا وكرامتنا. أنا هنا اليوم لأنني لن أسمح بنسيان أي شخص مسلم أو أسود فقدناه بسبب العنف والكراهية. ويشار إلى أن الفتاة المسلمة قتلت يوم الأحد الماضي بعد خروجها من صلاة التراويح، وذلك بعد مشادة كلامية بينها وبين سائق تاكسي الذي ضربها بعصا بيسبول، مما أدى إلى وفاتها وفق شهود عيان، حيث عثرت شرطة فيرفاكس على المجني عليها في بركة ماء، فيما ألقت الشرطة الأمريكية القبض على الجاني داروين مارتينز دورس البالغ من العمر 22 عاما بعد ساعة من تنفيذه الجريمة.